بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في الدرس التاسع 10 من دروس زيادة تعلم الرسم الحاسوبي. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بشرح الدول الخاصة بالرسم. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نقوم بالبداية بشرح هذه الدول باستخدام المفكرة، بعد ذلك سنقوم بتطبيق البعض منها، أما البعض فقد طبقناها سابقا. نعم، نقوم بفتح المفكرة. أولا، هذه الدول الخاصة بالرسم، أو عفوا الدول استخدام الألوان Coloring Function. يوجد لدينا نوعان من التلوين، تلوين عادي Normal Normal Coloring، في معانا النورمال التلوين العادي أو التلوين المتقدم أو الأدفانسد كالرينج. هذه طبعا التسمية من عندي. في النورمال كالرينج سوف نستخدم الدوال سيت كالر وسيت سيت بي كي كالر وهذه الدوال الخاصة كاملا ما عدا الدالتين الأولى في عمليات التحديد، والثلاث الدول الأخرى في عمليات الاستعادة. أوكي، نبدأ في بسم الله. الدالة الأولى الدالة سيت كلر، هذه الدالة تقوم بتحديد اللون الخاص بالرسم أو تحديد الخط، لون الخط الخاص بالرسم. هذه الدالة سيت كلر تكتب كلها طبعا بالمسمار. تستخدم البرميتر اللي هو كالر. الكالر هذا كما عرفنا في الدرس الخاص بالألوان قد يكون رقم، قد يكون فلاج. اسم الفلاج هو عبارة عن اسم اللون، يا يكون الرقم من 0 إلى 15 كما عرفنا، أو الألوان من بلاك حتى وايت. أوكي، الألوان هذه قمنا بالتعرف عليها في درس خاص بالألوان. طبعا والدالة ست بي كي كالر، وتستقبل متغير من نوع كالر من اسم الدالة ست بي كي كالر، ست باك جراوند كالر، أو ست باك جراوند. أوكي، هذا اسم الدالة. تستقبل متغير من نوع كار. الكار قد يكون رقم، قد يكون فلاج. الفلاج هذا اسم اللون. الآن الدالة التي بعدها الجيت كالر. الجيت كالر البنية الخاصة بهذه الدالة وهي كالر، أوكي، أو بالأصح انتجر جيت كالر. لا تستقبل أي بارامتر ولكنها تريد قيمة من نوع انتجر. هذا الانتجر هو القيمة المعبرة عن اللون، أوكي، من 0 إلى 15، أو الفلاجز الاسم اللون، اسم الفلاج نفسه نوع انتجر يحمل القيمة من 0 إلى 15، أي القيم بين هذا الرقم، بين هذا المجال. أوكي، جيت كلر من اسم هذه الدالة تعيد لون الخط الذي تم تحديده، وكذلك معنى الدالة التي بعدها انتجر جيت بي كي كلر تعيد قيمة من نوع انتجر وهي القيمة الخاصة باللون اللي هي من 0 إلى 15، أو كفلاجات من بلاك إلى وايت. أوكي، ومن اسم الدالة get background color تعيد لون خلفية الرسم. أوكي، يبقى لدينا الدالة get max color. get max color تختلف من device إلى device أخرى. كيف تختلف من device إلى device أخرى؟ يعني طبعا تختلف نوع كرت الشاشة المستخدمة من جهاز إلى جهاز. بعض الشاشات EGA VGA
يعني على حسب أنواع كروت الشاشة، شفت الكوب بأثر عليه. على حسب أن كرت الشاشة. أوكي، طبعا هي من اسم الدالة جيت ماكس كلار تو، يجري آخر قيمة عددية للألوان داخل كرت الشاشة. أوكي، في كرت الشاشة من نوع VGA تعيد هذه الدالة القيمة 15 أو القيمة أو الفلاج وايت. أوكي، يعني هذه الدالة نوع الإعادة، داتا تايب ريتيرن داتا تايب انتجر جيت ماكس كلر. عندما نستخدم هذه الدالة جيت، مثلا نقول انتجر سي يساوي جيت ماكس كلر، ستكون قيمة السي تساوي 15. أوكي، يعني الآن عمل هذه الدالة هو إعادة آخر قيمة أو قيمة اللون، آخر لون للرسم بالنسبة لكرت الشاشة المستخدم في جهازي. أوكي، الآن الدالة التي بعدها جيت بيكسل. هذه الدالة من اسمها جيت بيكسل، تعيد لي بيكسل، لكن كيف تعيد لي بيكسل؟ طبعا هذه الدالة تعيد لون البكسل المحدد. السندكس الخاص بهذه الدالة طبعا انتجر. ليش انتجر؟ لأنها تعيد اللون، لون ايش؟ لون البكسل المستخدم. مثلا نقول انتجر مثلا سين يساوي جيت بيكسل بيكسل. اوكي، ماذا تستقبل هذه الدالة؟ تستقبل بارامتر، تو بارامترز، الأول الـ X والثاني الـ Y. طبعا في أي، في كل رسمة وفي كل ديفايس أو في كل جرافيكس بشكل عام، في أي حاجة، في أي صورة، مثلا هذه الصورة صورتي أو الصورة التي هنا، مثلا هذه النقطة، عند موقف الماوس أو رأس مؤشر الماوس يقف عند بيكسل خاصة بمحور السينات ومحور الصعبات. أوكي، عندما أقول له جيت بيكسل أعيد لي اللون الخاص بالبيكسل الذي موقعه كذا من محور السينات وكذا من محور الصعبات. يعني جيت بيكسل الذي موقعه كذا من محور السينات وكذا من محور الصعبات. أوكي، الآن دعونا نشغل البرنامج ونرى. هنا عفوا سنقوم بإغلاق هذا الأول لأنه نقوم بتشغيل المعيد تربو. أول دالة نقوم بتشغيل نيو، أول الدالة هي إيش؟ دعونا هنا فقط نكتب سيركل ونرسم دائرة جيت ماكس إكس على 2 و جيت ماكس واي على 2. أوكي، في البداية عندما نقوم بالتشغيل كنترول F9 سأقوم برسم دائرة عادية باللون الأبيض. ليش اللون الأبيض؟ لأنه هذا الديفولت كولر، اللون الأبيض هو الديفولت كولر. دعونا نقوم باستخدام أول دالة وهي السيت كولر. أول دالة هي السيت كولر. أوكي، أولا نستخدم الألوان، يعني فقط نستخدم دورات و نتجر الآي يساوي صفر، الآي
15 اي بلس بلس. اوكي بس استخدم دوارة عشان يكون الشرح مفهوما. طبعا سيت كلر للاي. اوكي و استخدمت الدالة جيتش عشان فقط اقول ايش عشان اضغط على الكيبورد ان يوقف كنترول اف 9 انظر التنفيذ. اولا سيطلع اللون الاسود لانه الصفر اسود. انتر بعد اللون اللي بعده. انتر اللون اللي بعده نقول الان انتر انتر لاحظ اللون الابيض انتر. هذه الالوان كاملة. اوكي الان خرج عن الالوان كاملة. الان دعوني اغير قيمة هذه الالوان من ارقام اقول له من بلاك لتبدأ البداية الدوارة من البلاك حتى اقل او يساوي اقل او يساوي الوايت. قلنا الالوان من البلاك للوايت. الان دعوني نضغط كنترول اف 9. اولا اول لون بلاك. اوكي 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 انظروا الى الابيض وعندما اضغط انتر سيختفي وسيمسح الديفايس. اوكي هذه الدالة الاولى ست كلام. الان دعوني استخدم الدالة ست بي كي كلام وانا اقول له اي وضغط كنترول اف 9. انظر في البداية اللون الاسود الخلفية سوداء بعدين ايوه زرقاء خضراء حمراء وهذه اخر خلفية وهذه البيضاء و اوكي وكذلك بالارقام. الان يبقى لدينا مثلا ايش مثلا يبقى لدينا جيت دعني امسح هذا امسح الدوارة او دعني امسح الدوارة خلاص ست باك كلر. هنا استخدم ست كلر اي بلس وان. بعد ذلك استخدم الدالة دعني استخدم سي اوت اطبع هذه القيمة جيت كولر. اوكي سي اوت اند لاين بعد ذلك سي اوت جيت بي كي كلر. اوكي و دعني فقط مارس التوضيحية. فور كلر وهنا ستورد المكتبة هاش انكلود اي او ستريم دوت اتش و كنترول اف 9 انظر فقط فور كلر بالبداية كان ايش واحد والباك كلر زيرو. الفور كلر ايش ازرق والباك كلر اسود. اوكي الآن فور كلر اثنين دعوني فقط
استخدم الترنب سكرين. فقط استخدم هنا الدالة كلير سكرين عشان يمسح النص السابق وكنترول F9. اوكي، بالبداية الفور كلر ايش؟ 1 والباك كلر 0. الآن انظر إلى الألوان، عفوا دي المشكلة. ونستخدم كذلك كلير ديفايس. الفور كلر ربيع أزرق والباك كلر أسود. نستخدم الآلة الثانية، انظروا إلى الفور كلر والباك كلر، يتغير يتغير يتغير. أوكي، هذه الدالة التي تريد فور كلر بيت باك كلر. تمام، الآن دعونا نقوم بمسحها كاملا. نقوم بمسحها كاملا. هذا الباك كلر والفور كلر والديفايس يمسحها الفور، يمسح القص الخاص بالفور. وهنا نستخدم هنا الفور كلر، أريده أن يكون ريد، لون الخط الرسم هذا أريد أن وايت. الباك كلر أريده أن يكون وايت، وأريد أن أطبع قيمة البكسل. ايش البكسل؟ نقص اوت. بكسل كلر سي اوت ايش هو؟ جيت بكسل انت مين مين؟ هنا الجيت الدائرة اين سترسم؟ في منتصف الشاشة. اوكي، ايوه في منتصف الشاشة، وعند النقطة ايش؟ عند منتصف الشاشة على بعد 55، نصف القطر 50. يعني نقول له جيت ماكس اكس او واي على 2 زائدا 50. اوكي، والواي نفس الشيء، جيت ماكس الواي على 2 زائد 50. و اوكي، نضغط كنترول F9 لنرى الناتج ايش بيكون. اوكي، البكسل كلر، ايش البكسل كلر؟ زيرو. اوكي، هو فقط استخدم جيتش عشان تثبت الرد. جيتش البداية كنترول 9 بيكسل كبر.
الأفلام الجديدة دي مؤخرا لو نستخدم غير الدالة بتاعتنا نستخدم غير نستخدم تشانجل عشان نوصل لبعاد سريع ده نقطة مية ومية وعند النقطة 200 و200 اوكي اريد البكسل عند ايش النقطة الاولى عند 100 و100 وارم ماتي انظروا بكسل كام 4 اوكي يعني فقط نحوله الى سترينج استخدام لجنب قضاء الأسماء يوزن من سبيس ستيل عفوا ديفاين ستايل وهنا بالأسماء وعفوا في الاختصار ايش فايل ديكليريشن سنتكس ايرور فايل نيم سبيس using namespace sta using namespace estimate declaration syntax error line 4 string okay اعتقد تجد مشاكل في هذا ونحذف هذا وعلمنا منها المهم أعرف كم اللون أنواع اللون مثلا الجرين ممكن تكون 9 حتى اللون صرنا نحط فيه أوكي انظر إلى اللون جرين إيش بيكون رمز اللون 2 أوكي إلى هنا ننتهي من هذا الدرس. أتمنى أن يكون الدرس واضحا وسهلا ونلقاكم في درس آخر وفي أمان الله.